وعن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تفريط إدارة ديوان الوقف السني بعقارات الأوقاف في الموصل، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. بيان رافض لما يقوم به ديوان الوقف السني من تفريط لعقارات الأوقاف في مدينة الموصل، سبق ذلك نفس الإجراء في سامراء وغيرها. هل بات هذا هو الموقف أو موقف ديوان الوقف السني، أم أن هناك ما يبرر هذه الإجراءات المتكررة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين. للأسف هي حلقة ضمن سلسلة طويلة من المؤامرات على هذا الوقف، بل هي ضمن حلقة من ضمن حلقات الفساد الذي شملت كل دوائر الدولة في العراق في ظل هذه الحكومات المتعاقبة عقب الاحتلال. فهذه التفريط هذا التفريط بهذه الأملاك، ولا سيما الأملاك الوقفية التي هي مرتبطة بشروط الواقفين ومثبتة بحجج الوقف، هنا نرى أن هؤلاء الذين تسلموا مثل هذه المناصب جعلوا مثل هذه الأوقاف لعبة بأيديهم، وضمن ملفات الفساد التي يتقاسمونها فيما بينهم. وكلما جاء أحد إلى هذا المنصب للأسف يستغل هذا المنصب لمثل هذه التلاعبات ولإثراء جيوبهم الخاصة. قرار التنازل عن عقارات الأوقاف السنية في الموصل، إلى أي مدى ترى أنه نتاج لما حذرتم منه سابقا حين عقد اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي؟ يعني هي امتداد لما سبق، ولم يتحقق بالمناسبة شيء، رغم أنهم سابقا وعدوا بأنهم سيتراجعون وستشكل لجان وسيعاد الحق لأهله، لكن للأسف لم يتحقق أي شيء من ذلك، وبقيت الأمور في سياقها في اغتصاب هذه الأوقاف، رغم أنه للأسف بعض الجهات المسؤولة، يعني دينيا نتكلم، داخل العراق باركت في حينها الوعود الكاذبة التي حذرنا منها وقلنا أنها مجرد يعني خداع ومجرد تخدير للهبة التي وقفت في حينها العلماء ضد تلك المؤامرات. فتأتي هذه في ضمن السلسلة، هذه سلسلة التلاعب بهذه الأوقاف وفي ملف أو في سياق ملفات تقاسم المناصب وتوزيعها، وتحت لافتة هذا المنصب من حصتنا ونحن أحق بترشيح من يكون أهلا له أو من يشغل هذا المنصب. إلى أي مدى ترى أن حالة المحاصصة التي يعيشها العراق منذ الاحتلال الأمريكي كانت حاضرة في هذا الاتفاق، وهو ما يظهر أثر المحاصصة على المقدسات الإسلامية خاصة؟ نعم، المحاصصة هي واضحة وجلية في هذا الموقف وفي غيره، وهو سيد الموقف كما يقال الذي تستند إليه جميع هذه ملفات الفساد، ومنها الأوقاف التي تباع وتشترى في ضمن ملفات صفقات بيع المناصب وتقاسمها وتبادل الأدوار. هذه الأوقاف مرتبطة بحجج وقفية مسجلة وثابتة، لا يحق لأحد أن يتنازل عنها أو ينقلها لأحد غيره. هناك حجج وقفية ثابتة ومدونة وموثقة، فهي ليست ملك لأحد. دائرة الأوقاف، دواوين الأوقاف، مهمتهم فقط إدارة هذه الأموال واستثمارها بما فيه صالح الواقفين وبحسب شروطهم. هناك حديث عن شبهة منفعة شخصية وراء هذه التنازلات التي تتم من أموال وعقارات الأوقاف السنية لصالح الوقف الشيعي، من يقف وراء هذه التنازلات ومن يتحمل مسؤولية هذه التنازلات المتكررة؟ التنازلات هذه مرتبطة بالمنافع، والمنفعة ليست فقط شخصية وإنما هي منافع شخصية ثم بعد ذلك منافع حزبية. لأن كما هو معلوم أن أي منصب من مناصبي الموجودة الآن في ظل الحكومة العراقية عقب الاحتلال
هي تكون وراءها جهة معينة، جهة حزبية وجماعة، وهؤلاء يريدون من وراء هذا المنصب أن يكسبوا أموالا ليثروا وليسدوا كما يقال الفواتير التي يدفعونها لمقابل شراء هذه المناصب. هذه المنافع الحزبية هي تقف وراء هذه الملفات الملفات الفتنة. ثانيا، هذا الذي يشغل هذا المنصب هو مثله مثل غيره من المناصب في الأوقاف السابقة وفي كل دوائر الدولة، كما قلنا كلهم يثرون على حساب أموال الشعب العراقي، لأن الكل يعتقد أن هذا وجوده في هذا المنصب آني، فلسان حاله أن عليه أن يجمع قدر ما يستطيع من المال، طبعا المال الحرام لكنهم هم يؤولونه، لأنه يعد هذا هو فرصة لا يمكن أن تعوض ولا يمكن أن تتكرر. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.